السلام عليكم طلابنا جميعا. اليوم طلاب نحكي على الريلايننج ماتيريال. طبعا احنا هنا يعني هوايه من عندكم راح يسال يريد البروسيجر مال الريلايننج. احنا هنا ناخذ دنتال ماتيريال طلاب، فما تهمنا البروسيجر مال الريلايننج، نفتهم الفكره فقط. المفروض البروسيجر وين ناخذها؟ ناخذها بالبروستاتيك. احنا هنا راح نحكي على الريلايننج ماتيريال، الماتير اللي راح نستخدمها بالريلايننج. فخلينا نعرف شنو هو الريلايننج. يعني احنا اللي يهمنا هوايه طلاب بس راح يسال، بس نعرف شنو الريلايننج بس كبروسيجر. لا طلاب، هنا ناخذها بالبروستاتيك. الريلايننج هي شنو معناها؟ اعاده تغليف، او معناها اعاده تبطين. از ذا بروسيجر يوز تو ذا ريسيرفس، راح نسوي ريسيرفس تشو سايد اوف ذا دينتشر، يعني التشو سايد الداخلي راح ناخذ من عنده 2 مليم من التشو سايد، ونرجع هاي ال 2 مليم نعوضها بيش؟ بنيو دينتشر بيس ماتيريال. ليش؟ لانه الدينتشر حتى نخليه فيت مور اكيوريتلي. طبعا احنا كل فتره 6 اشهر كل سنه نحتاج ريلايننج. ليش؟ لانه كونتينوس ريزوربشن اوف ذا اليفلر بون اور اليفلر ريدج. تمام، there is continuous resorption of the alveolar ridge because loss of teeth. تمام، واكيد راح يكون بالهوريزونتال اكثر بالفيرتيكال دايمنشن، وبالتالي راح نشوف انه الريج تنتهي بشكل نايف ايج. فلذلك احنا نحتاج بين فتره وفتره نسوي ريلايننج. زين، اكو نوعين من الريلايننج، تيشو كونديشنر وسوفت لاينر. التيشو كونديشنر ما يحتاج انه ناخذ 2 مليم من الدينشر بيس ماتيريال، مجرد عباره عن باودر لكم نخبطه ونخليه وراح نعرف هسه الانديكيشن مالته. اما سوفت لاينر لا، نحتاج 2 مليم بعمليه صناعيه، راح هاي 2 مليم نعوضها بنيو دينشر بيس ماتيريال بحيث انه نحصل فتنس افضل من الفتنس السابق. اذا عرفنا فكره بسيطه على الريلايننج. زين، الكوزز مالت اللوزنس، ليش الدينشر يكون يعني ليش الدينشر يكون لوز؟ شنو سببه؟ لازم طبعا نعرف انه الدينشر شنو سببه؟ اللوزنس مالته. سوري، اذا باي فوتنج اون بون ستراكشر، يعني يستند على بون ستراكشرز، مثلا شنو؟ ماكسيلاري تيوبروسيتي. تمام؟ فهاي راح يكون منطقة ارتكاز، فأكيد شنو؟ راح يصير ديسلوجمنت للدينشر. اوكلوزال انترفيرنس، إذا عندك هاي سبوت، ولذلك تخلي ارتكوليتنج بيبر، والمفروض إنه شنو؟ ترجع تسوي ارتكوليتنج بيبر وتضبط الاكلوجن. ولذلك إذا أنت في بعض الأحيان ما ضبطت الاكلوجن وطلع عندك سنتريك أوف، فشنو؟ تحتاج من جديد لازم تضبط الفيرتيكال دايمنشن وترجع تضبط الاكلوجن من جديد، وتحتاج ريماونتنج لل شو اسمه للارتكليتر من جديد. وعليه انه الاكلوزر انترفيرنس احد اسباب اللي شنو اللوزنس مالت الدينشر. ان ادكويت بوستيرير باليتال سيل، مرات الضخم من شيفه من منطقه الناب ونحاول نطلعه للخارج، فراح نشوفه شنو؟ فراح نشوفه بسهوله يطلع ماكو ريتينشن. ليش؟ يعني المنطقة البوستيريا يم الفايبريتنج لاين ما بيها كلش ريتينشن، وهي منطقة شنو مهمة للريتينشن. كورونيد انترفيرنس، هواية الفلانج كلش مرتفعة باتجاه الكورونيد، فنقول للمريض حرك يمنى يسرى، شنو راح يصير؟ لوزنس الدينشر. فلانج اوفر اكستنشن، كلش متجهة اكثر من الفلر ميوكوزا، متجهة كلش باتجاه الليب او تشيك، فمن الحرك الليب او تشيك يمنى ويسرى نشوف الدينشر شنو راح يصير بيه؟ ديستوجمنت. او تايت تريجو مانديبلر ريفي، هاي فد فايبرس باند تمتد من التريجويد بليت من التريجويد بليت لمنطقه الريموس اوف مانديبل. تمام، هاي او يعني نسميها بالضبط تريجو مانديبلر ريجن فروم تريجويد بليت تو ذا شنو تو ذا اريا بوستيرير تو ذا ثيرد مولر. هاي منطقة شنو تصير فد فايبرس باند ما بين الماكسيلا والمانديبل. هاي ممكن إذا كانت تايت وفايبرس، وممكن شنو ممكن راح تأثر لنا على شنو على الريتينشن مالت الدينشر. هاي طلاب شنو الكوزز مال سوري هاي طلاب هي الكوزز مال شنو مالت اللوزنس مالت الدينشر. خلي بالنا انه الريلايننج هو ما راح يعالج هاي القضايا،
وانما الرينالينج بس يعالج الريتينشن بروبلم، يعني المشكله بالريتينشن. بس اذا اوفر اكستنشن اكيد، اذا تايت تريجو مانديبل ريفي ما بين تريجويد والماندبل اكيد هاي الفايبروس باند لازم شنو، لازم اما نقلل الاكستنشن مال دينشر او انه نوخر هاي الفايبروس باند. اذا مثل عندك كورونت انترفيرنس اذا هاي الفلانج كلش مرتفعه لازم شنو نحاول نقلل من عتها. تمام، اذا عندك باي فوتينج بوينت لازم شنو نقلل من هاي الباي فوتينج بوينت، او يعني الدينشر ما نوصله لهاي باي فوتينج بوني ستراكشر. فاذا الريلايننج هو بس يحل لك مشكله بال شنو ادابتيشن مال الدينشر ديو تو بون ريزوبشن، ما يحل لك كل مشاكل اللوزنس. زين التشو كونديشنر طلاب شنو الكونديشنر؟ هي عباره عن باودر ليكويد تخبطهم وتخليها بداخل الدينشر. هسه مثل ما راح نشوف شنو فائدته. تعتبر شنو التشو كونديشنر؟ شوك ابزوربر، تقلل الماستيكاتوري فورس شنو اللي متجهه من الكروزال سيرفيس باتجاه شنو الاورال ميكوزا. مرات واحد تشوفه من قد الريزوبشن ومن قد ما لوزنس مال دينشر راح يصير عنده انفلاميشن بالدينشر، وهو مثلا معلم او مدرس ما يقدر شنو يعني دينشر يشلعه. انت واحد يجيك مثل سورنس عده تقرحات هوايه وما يقدر يشلع هذا الدينشر، فايش تضطر؟ تضطر تستخدم له تيشو كونديشنر. هاي تيشو كونديشنر شنو فائده؟ تقلل الفورس مالت الاوكلوزال الماستيكيتوري فورس، تقللها باتجاه شنو اللثه، وبالتالي تساعدنا على شفاء اللثه. طبعا الانديكيشن مثل ما قلنا انه مينيمم ديسكومفورت، ريكورد بيس ستابيلايزيشن هم راح نستفاد من عته انه راح شويه تسوي له استقرار للدينشر وبالتالي تحسن الفتنس مالتها، كذلك انه نستفاد من عته كفانكشنال امبريشن حتى نعرف شكل الرج من نريد نسوي دينشر جديد. اذا التيشو كونديشنر هي الفائده مالتها انه هي فتشي يساعدنا على الهيلينج مالت الاورال ميوكوزا. بعدين شنو؟ بعدين اكيد انه بعد ما صار هيلينج بالاورال ميوكوزا راح نسوي دينشر ثاني. زين هذا شلون شوفوا هاي بالضبط، تشوفون هاي العلبه مالته، تشوفون هاي تشو كونديشنر باودر وليكويد. ايش راح يسوي الباودر؟ من يتكون من بولي ميثايل ميثاكريليت، الليكويد هو استر، المثل من استر بلاستيسايزر مثل بيوتايل فتاليت بيوتايل كلوكونيت ان ايثايل الكحول اب تو 30%. هاي يخبطوها تمام زين، يخبطوها وشنو يخلوها بالدينشر ماوث. زين هاي طبعا تمر عده فيسز، الانجليشن الاستيك فيس وخلاص ثبتت بالحلق المريض، تبقى لمده كم يوم، وبعدين من يصير ليتشنج للبلاستيسايزر اللي هذا اللي قلنا عليهن او للكحول راح تصير هارد. فاذا كل 3 ايام شنو تحاول شنو تبدلها. شنو فائدته؟ تقلل ماستيكاتوري فورس وبالتالي تسوي هيلينج للاورال ميكوزا، وبعدها شنو راح نقدر شنو نسوي دينشر جديد. السوفت لاينرز هاي عرفنا انه تشو كونديشنر هي نستفاد من عتها فقط انه ممكن هيلينج بالاورال ميكوزا، ما راح ناخذ من التشو انسايد شنو اوف دينشر. السوفت لاينرز لا، راح ناخذ التشو انسايد اوف دينشر، يعني ناخذ من عنده نقلل من عنده بالبير، وبعدين هذا اللي قللنا من عنده راح يجي مكانه شنو فد ماده اسمها لاينرز حتى شنو تحسن لنا الفتنس والادابتيشن مات الدينجر. شنو الريكويرمنت مات السوفت لاينرز؟ زين اللي راح نعرفها هي سيليكون والاكريليك، انه لازم اتصالها قوي بالدينجر بيس، يعني الدينجر بيس مو كلها راح نفقتها، جزء من عتها بس التشو انسايد، اضافه لها تكون دايمنشنالي ستيبل قليله امتصاص للماء، واضافه الى ذلك انه تكون سوفت وريزيلينت، يعني تحتفظ بسوفتنس بيرمننت سوفتنس ار ريزيلينسي. ليش؟ على مود تقلل السورنس في الاوروميكوزا، اضافه الى الكلر كلش مهم، واضافه الى ذلك انه تكون باي كومباتبل تو ذا تيشو. الانواع السوفت لاينرز اللي هي سيليكون وسوفت اكريليك، طبعا السيليكون هي افضل ماده. ليش؟ لانه باي ويل توليريتد باي شنو باي اورال ميوكوزا. بس شنو هي مشكلتها؟ انه في بعض الاحيان طبعا هو اي سوفت لاينرز ما يطول اكثر من 6 اشهر، انه شنو تكون ضعيفه الاتصال للدينشر الاكريليك اللي هو عباره عن بولي ميثايل ميثا اكريليت. زين هاي الاوتو كيور سيليكون اللي هو عباره عن شنو كوندنسيشن سيليكون، البيس بيست من يتكون من هيدروكسيل تيرمينيتد خليه بذيك المحاضرات بولي ميثايل سيلوكسين، الليكويد هو عباره عن بوليمر فيلرز، الليكويد يتكون
من تترا ايثايل سيليكيت زين وداي البيوتايل تنين ديوريت تمام، وتقدرون تراجعوها بالمحاضرات السابقه. اذا باودر وليكويد نرجع شنو نخبطها ونرجع نخليها شنو؟ نرجع نخليها بي انسايد بي دينشر المنطقة الداخلية من الدينشر، يعني تشو سايد اوف دينشر تمام. هاي المنطقة الداخلية شفتوا اخذ معتها 2 مليم ورجع شنو اجا خلى بمكانها شنو اللي هاي اللي هي السيليكون اللي هو تقريبا هو سي سيليكون. طبعا الكونديسيشن رياكشن عرفنا انه يكون الناتج العرضي هو الكحول مثل ما عرفنا بالمحاضرات السابقة. سوفت اكريليك لاينرز اللي هو هذا بالضبط، شوفوا من يتكون الباودر بولي ميثايل ميثا اكريليت وبيروكسايد انشيتر والليكويد شنو هم استر راح يكون الداي بيوتايل فتوليت او شنو ميثايل ميثا اكريليت، واكيد يضيفوا لهم شنو الاكتيفيتر هو تيرشري شو اسمه تيرشري امين زين، ويخبطها ويخليها بالانسايد دينشر بيس زين. اليوزز مالته اكيد اهم يوز هو شنو تحسن لك الفتنس اوف اول دينشر، في بعض احنا تحسن لك الفتنس مال اول دينشر وبعدين نصنع دينشر ثاني او ممكن نبقي لفتره من الزمن. واحد يقول انه ليش مثلا مرات مثلا انه مريض عنده نايف ايج سيفير ريزوربشن والحاله الصحيه انه ما تسمح انه نصنع عنده تخم ثاني بالوقت الحاضر او ما نقدر نسوي العمليه حتى نشيل هاي بوني برومنس فنستفاد من شنو السوفت لاينرز. اضافه الى ذلك انه تريتمنت اوف كونجنيتال اور اكوايرد ديفكت اوف ذا باليت، هذول صلعتهم فتحه بالها صلعتهم فد ديفكتس، فممكن هاي الديفكتس تاثر على شنو يعني عندهم كليفت باليت زين، هاي الديفكتس ممكن كليفت باليت ومصلحيها فتشوف انه الماكس اللي مالتهم تكون مو طبيعيه وبذلك تاثر على الفتنس مالت الدينشر، فهاي ممكن نستفاد من عندها انه شنو تحسن الفتنس مالت الدينشر زين. نجي اخر شيء طلاب بالفينشينج والبولشينج اللي مال دينشر ورا ما تكملت مثل لاينرز او انه تكملت الطخم مالتك لازم شنو تسوي له فينشينج، يعني شنو فينشينج تشيل الزايد من عنده تشيل الزايد تعدل الخشن وبولشينج راح تنعمه، هاي الفكره. الفينشينج شنو فائته ليش نسوي فينشينج؟ تقول لي يا بتسوي فينشينج حتى نقدر نحصل شنو جود اورال هيلث، ليش؟ لانه حتى نشيل الزايد حتى نشيل مكانات الخشنه حتى شنو وبالتالي نقلل تجمع البكتيريا، لان البكتيريا وين تتجمع؟ تتجمع على المناطق الخشنه بالضبط. زين الفانكشن هم راح نستفاد من عتها اذا شلنا الزايد واذا المنطقه صارت ناعمه، ليش؟ لانه الفلويد يمر ببساطه ما بين الحافات مالت الدينشر وببساطه ما بين الامبريشر وببساطه يمر من خلال شنو؟ الاسنان. زين هذا الفينشن شو يحتاجنا؟ ابريسيف ماتيريال، يعني يحتاج بير شوف هذا شكله هاي ابريزيف ماتيريال، شوف هذا بير نربطه بالهاند بيس هاي نسميه شنو ابريزيف ماتيريال، يعني الماده اللي شنو راح تقلل لنا او راح تنعم المكان زين. هاي الابريزيف ماتيريال شنو هي هي عباره عن ماده تكون هي شنو يعني هو عباره عن بير يكون الابريدد بارتيكلز مالته اخشن من شنو اخشن من الدينشر تمام زين. طبعا يكون اما على شكل بير او شنو بحيث انه يصير مثل الطاحونه او في بعض الاحيان طبعا ماكو الا صوره اكو فد عباره عن فرش جاهزه هاي تكون بالمختبرات زين، فهاي تجيب الدينشر مالتك انت وتخليه على هاي الفرش الدواره بحيث تنعم لك الدينشر، وفي بعض الاحيان شنو نستخدم ساند بيبر اللي هو عباره عن يعني يعني هذا الورق مثل مال ورق الجام بحيث انه شنو تقدر تحك الطخم مالتك حتى شنو تشيل الزايد وتنعم من عنده. السموثنس مال السيرفس يعتمد اكيد على الهاردنس والشيب اوف ذا شنو اوف ذا ابريسيف بارتيكلز، اذا انت الماده مالتك طبعا شنو المفروض مالتك انت الماده تكون سترونج وبحيث انه الالاستيك ليميت كلش قريبه الماكسيمم سترينث بحيث انت تشوف مثل ورقه جام من تجي تحكه تشوف تطلع من عنده قطع بس هو ورقه جام يبقى شنو يبقى هو نفسه ما يصير بي بيرمننت ديفورميشن بس تشوف شنو كل ما تحك بالدينشر راح تشوف شنو تشوف قطع من عنده
راح تبجي تسقط، تمام؟ فانت مثلا تجي البير، تشوف بير مثلا كلش خشن، شنو هذا البير خشن؟ راح شنو؟ راح يبدي ياخذ لك من الدينشر، وشنو؟ وتشوف نفس البير هو هذا اكو بي بارتيكلز تبدي تطفر، يعني تبدي تنأخذ من عنده، بس هو البير نفسه ما يصير بي بيرمننت ديفورميشن، تمام. سايز اوف بانكلز، يعني كل ما يعني هي سايز اوف بارتيكلز الموجوده، كل ما هي اكبر او اعرض كل ما شنو تقص اكثر، كل ما اصغر تقص اقل. الحركه سبيد اوف موفمنت، طبعا اذا تجيب هاند بيس اذا تسرعها مثلا او بهاي الجهاز ما تصنعه، اذا كان سريع مثلا اذا كان بطيء راح يسوي لك هارد سكراتش، او يعني راح ياخذ هواي من البير. اما اذا سريع فيكون يصير فاين تاتش، فراح تشوف انه قليل ياخذ من شنو من الدينجر. البرجر طبعا اذا ازداد، شوف هسه هناش قد مسلط برجر اخذ زايد، اذا برجر قليل شنو اكيد راح يكون قليل انه ياخذ من الدينجر، تمام. فاذا هذا شنو فائدته، انه يسوي لنا سموثنس شنو للدينجر، وكذلك يشيل الاكسس من الدينجر. فائده السموثنس انه تحسن الوظيفه مات الدينجر وتحسن الاستاتيك. طبعا هاي شنو نشيله بواسطه يسموها ابريسيف ماتيريال. طبعا الشكل السموثنس يعتمد خذناش على اليمن على السرعه وعلى البرجر وعلى السايز مالت البانكلز وعلى شنو الهاردنس والشيبس مالت البارتيكلز. هسه نجي الاخر شيء البولشنج، يعني التلميعه اللمعه مالت الدنشر. كل واحد وبعض الاحيان حتى طبيب اسنان شو يسوي، يرجع انه يرجع الدنشر يقول له ما بي لمعه. اللمعه شنو تغطي على عيوب كثيره بالدينجر. اللمعه كلش مهم انه ايش تحتاج، سرعه عاليه ورابيد موفمنت. ليش؟ حتى تسوي هيتنج للتوب لاير، ومن تسوي هاي هيتنج للتوب لاير شو تسوي هاي سكراتش، والمناطق الخشنه والمناطق الغير ناعمه راح يصير بيها فولينج، وبالتالي راح تصير لمعه بالدينجر. طبعا عندنا عده مواد نستخدم بولشنج ايجنتس، اللي هي اولها ايرون اوكسايد وكروميوم اوكسايد. طبعا قروها انتم المحاضره راح تشوفون كل واحده انديكيشن مالتها. بريسيبيتيتد تشوك طباشير، زين، تريبولي وتين اوكسايد. هاي هي الماتيريال كل واحده انديكيشن مالتها. المن تستخدم هي عباره عن بولشنج ايجنت شنو فور بولشنج اوف تيث ريستوريشن اور اكريليك دينجر. الدينشر كلينسرز، هذا اخر شيء طلع بالمحاضره، اللي يعني في بعض الاحيان هوايه من عندنا يعني ورا ما يكمل الطخم بولشه، رجع اول مره ابريزف ماتيريال سوال سموثنس، بعدين اجى سوال بولشنج. لازم انت تجي تشرح للمريض شنو انه انت شلون تسوي تنظيف المن للدينشرز. اول نقطه شو تقول له؟ اول شيء لازم تفهمه انه اكو اسرع، خلينا نحكي اول مره بيش شنو الشغلات اللي نستخدمها. باودر ان بيست، يعني احد اللي نعرفه هو البومص، هذا البومص اللي نستخدمه وين بالبولشنج مالت التيث. هاي لازم هي كوايت ابريزف، لازم ما نستخدمه دائما، لان شنو ممكن نسوي ابريجن بالدينشر. احد البومص، بعد النوع اللي مفضل يسويه هو البيروكسايد كلينزر، هي عباره عن اقراص تحتوي على صوديوم بيربوريت، نخليها بالمي، تمام، ونجيب الدينشر نخليه بيها، فراح شنو يعني راح تسوي كلينينج للدينشر. في بعض الاحيان ممكن هاي الصوديوم بيربوريت تابلت ممكن نخبطها ويا ماده مثل ترايت صوديوم فوسفيت ديترجنز فلافورينج ايجنت، زين، ممكن انه راح تفيدنا بالشنو كلينينج مات الدينشر. بعدين ديليوتد هايبوكلورايد سوليوشن ممكن يفيدنا، ديليوتد هايبوكلوريك اسيد، وهذا يفيدنا انه شنو، يفيدنا انه اذا الدينشر بكالكولس، وهاي مرات واحد يقول لك دكتور بتكلسات بأملاح، فديليوتد هايبوكلوريك اسيد ممكن كل شيء يفيدنا بالش اسمه بالتنظيف مات الدينشرز. خلي بالك انه المساحيق الاعتياديه الباثرومز اللي نستخدمها كلها كوندرا انديكيتد. في بعض الاحيان معجون الاسنان اللي اكو بي وذ كلوروفورم وذ اوت كلوروفورم كلش مهم، مرات يقول لك دكتور انا افرجه بال شو اسمه بالمعجون الاسنان، فلازم تفهمه انه هذا
دينتفرايس لازم without كلوروفوم، لانه اذا كلوروفوم شنو ممكن، شنو ممكن انه ممكن انه ممكن انه تسوي ابريجن للدينجر. يعني طلاب هي هاي الموست كومن كلينزرز اللي نستخدمها، فعرفنا انه ممكن بومس او مرات انه ديفايد تشوك وذ زيركونيوم، بومس، صوديوم بيربوريت، ديلوتد هايبوكلوريك سوليوشن وهايبوكلورايت سوليوشن وديلوتد هايبوكلوريك اسيد، هاي الموست كومن كلينزرز اللي نستخدمها بشنو بال ال شو اسمه بالتنظيف الدينشر. طبعا طلاب الحد هنا انتهت المحاضرة. اي سؤال ان شاء الله راح نكون بالمناقشة. اتمنى انه وفينا الجزء الاغلب من هاي المحاضرة، اللي ارجع واقول لك انه انت الفكرة انه تعرف انه ريلايننج كماتيريالز ما مطلوب عندك البروسيجر، لان البروسيجر المفروض احنا وين نعرفها بالبروستاتيك. شكرا لاستماعكم للمحاضرة، وان شاء الله نلتقيكم بالمناقشة.